بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين، صبحكم الله بالخير والنور والسرور. طبعا بالأمس أمانة نشرت مرسق بخصوص تقييم وحدة التكييف، عطايا 5 نجوم 5 ستار. طبعا هذه الوحدة للأمانة وحدة أوكس إنفرتر غاز 410، طبعا انفرتر بالكامل، ضاقت فيها روتري. اذا قلت انفرتر بالكامل يعني الوحدة الداخلية المروحة فيها دي سي وليس اي سي، يعني تاخذ كهرباء منخفضة، والمروحة الخارجية للامانة والضاغط ايضا الاثنين انفرتر، سوري دي سي، خاصة الضاغط دي سي انفرتر متغير، والمروحة الخارجية ايضا دي سي، لان بعض الوحدات ممكن تكون انفرتر ولكن الوحدة الخارجية تكون المروحة عادية وليس دي سي. هذه بالكامل. طبعا اعطيت هذا التصنيف لان سعة التبريد او جودة التبريد صراحة على وضع الدي 3 خاصة جيد او ممتاز، جيد جدا، خلنا نقول جيد جدا او ممتاز. يعني الوحدة 12000 بي تي يو بالاساس، يعني 1 طن، وتعطيك تقريبا 9690، يعني خلنا نقول 9700 على استهلاك صراحة او بمعدل استهلاك 1000 تقريبا و30 واط، يعني 1 كيلو واط في الساعة تقريبا. تقسمهن، تقسم 9700 على 1030 واط، يعطيك معامل كفاءة استهلاك الطاقة صراحة، يعطيك 9 فاصلة شيء كذا، ما اتذكر الرقم، فهذا رقم يعني واو ممتاز صراحة. هذا طبعا على وضع تي 3، يعني عند ارتفاع درجات الحرارة من 45 وفوق تقريبا، لكن على وضع تي 1 اكيد الوحدة راح ينخفض فيها الاستهلاك والتبريد راح يكون افضل، يعني ممكن راح تعطيك 12000 بي تي يو على تي 1، يعني تبريد 100% مقابل استهلاك اقل للكهرباء، وبالتالي ممكن راح تحصل معامل كفاءة استهلاك الطاقة زين، ممكن راح تحصله يعني 12 على 9000، يعني 9 ممكن، يعني ممكن يوصل 10 وشيء 11، ممكن في هذه الحدود زين. فبالتالي أعطيت هذا التصنيف للأمانة. في ماي في الشارع زين، لكن كلامنا صراحة أو موضوع الحلقة اليوم، هل للتصنيف هذا صراحة علاقة في جودة المنتج؟ يعني التصنيف لا يدل للأمانة على أن هذا المنتج ذو جودة عالية، يعني المنتج هذا ممكن ما راح يكمل معاك يعني 10 سنين، يعني ليس بالضمان، خلنا نقول ليس التصنيف هذا بضمان جودة المنتج صراحة، أن المنتج هذا راح يكمل معاك تقريبا 10 سنوات 15 20 سنة، أو أن مواد التصنيع هذه جيدة جدا أو ممتازة زين. التصنيف هذا صراحة يخص فقط استهلاك الكهرباء وأيضا سعة التبريد أو جودة التبريد
على هذا الجهاز أو في هذا الجهاز. يعني كفاءة استهلاك الكهرباء لهذا الجهاز على سعة تبريد معينة، ولهم تقييم زين 10 إذا كانت الكفاءة أو معامل الكفاءة تقريبا على 10 درجات راح يحصل 5 نجوم، 9.5 المعامل هذا ممكن راح يحصل 4 نجوم، وفي بعضهم يعني يحطوا لك 7 حروف أو 7 درجات أو 10 درجات، يعني من 10 درجات الله أعلم حسب كل دولة صراحة وتصنيفها وتقييمها لهذا الجهاز. لكن يعني لا يغركم أن هذا المنتج 5 نجوم أو ماخذ الحرف توب رانك في الاستهلاك وفي جودة التبريد رقم 1، وأن تظن أن هذا الجهاز هو الأفضل من ناحية الصناعة، جودة الصناعة وطول العمر أو العمر الافتراضي، وأيضا خلنا نضيف لها من ناحية السعر، لأن السعر هذا لو كان صراحة أنا قلت في خاطري لو كان التقييم أيضا يشمل، طالما أن التقييم يشمل كفاءة استهلاك الجهاز للطاقة هذا على معامل مثلا أو معدل أو سعة التبريد، فالمفروض يعني يكون هناك تقييم أيضا آخر مرافق لهذا التقييم يخص صراحة الجودة. يعني هذا هل هذا الجهاز ذو جودة عالية، صناعة عالية، مواد تصنيع ممتازة، عمر افتراضي أكثر؟ قيمه، حط له تقييم أمانة، مثل أنت ما حطيت للتقييم على استهلاك الكهرباء، لأن البعض ممكن أو الدول تهمها استهلاك الكهرباء، ولكن الأفراد أيضا يهمها صراحة جودة المنتج هذا. يعني 5 ستار على استهلاك الكهرباء، خفض استهلاك الكهرباء، ممكن تحط له 3 ستار 4 ستار أيضا، 5 ستار على جودة المنتج هذا المواد التصنيع، وممكن أيضا تحط له 5 ستار 5 نجوم على القيمة الشرائية، لأن بعض المنتجات صراحة تكون 5 ستار ولكن سعرها مرتفع جدا. انفرتر، جهاز بالكامل انفرتر الحين واصل سعره تقريبا 4000-5000 درهم. إذا أنت راح تحطه من أو تقيمه من ناحية المستهلك أو المشتري، ما أعتقد أنه راح يشتري 5000 درهم، إلا إذا يعني أنت مشتري وحدة 5000، غيرك يبغي 10 وحدات 20 وحدة، كم راح ينفق؟ 100,000 على 20 وحدة، مقارنة مع شراء صراحة الوحدات ممكن تكون تقييمها 3 ستار 3 نجوم، لكن سعرها منخفض وجودتها عالية، فأكيد المستهلك راح يذهب إلى هذا المنتج. فأنا صراحة إن الأمانة أقترح يعني من الهيئات هذه أنها تضيف صراحة أيضا تقييم آخر أو تقييمات أخرى مقارنة مع جودة المنتج، سعر المنتج بالنسبة للمستهلك، ما هو تقييمه، تقييم هذه الهيئة لسعر المنتج هذا وجودة المنتج عمره الافتراضي. لأن بعض المتابعين صراحة أو بعض المشترين، خلنا نقول المتابعين، المشترين المستهلكين يعني يذهبون إلى النجوم هذه أو إلى الرموز، كل ما زاد الرمز يعني تحصل المشتري نفسه الباعة يمدح في سلعته، هذا 5 نجوم وهذا ما أدري ماخذ التصنيف أي وهذا ماخذ التصنيف 10/10. في المقابل ممكن عمره الافتراضي ما يتجاوز 5 سنوات أو سعره يكون مرتفع، وهذا صراحة أوكي جيد، تصنيف جيد ولكن غير جيد بالنسبة للمستهلك للأشياء الأخرى من الجودة ومن السعر. فحبايبي لا تغركم التصنيفات، نعم تصنيف جيد راح يخبرك أنه والله هذا المنتج استهلاكه للكهرباء
يعني هذه 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 قيمة استهلاك الكهرباء أو كمية استهلاك الكهرباء في مقابل منحك سعة التبريد هذه، جودة التبريد هذه. زين، ولكن ليس دليل على أن هذا المنتج ذو جودة عالية وسعر منخفض. خلاص لا تذهبون إلى هذه الأمور، دوروا أو قيم المنتج صراحة من كل النواحي. قيم المنتج من ناحية استهلاك الكهرباء، من ناحية العمر الافتراضي، جودة المنتج، من ناحية سعره، ومن ناحية أيضا اسم الشركة. لأن مثل ما قالوا، قرأت بعض تعليق المتابعين، تعليقات المتابعين، أنه يقولون اذهب إلى الشركات ذو الاسم أو الاسم المرموق في عالم التكييف، الرنان، هذه صراحة اللي التي لها سمعة، لها خبرة، باع طويل، دايكن، أو جنرال، مستبيشي، كارير، جري، ميديا، باناسونيك، شركات كثيرة صراحة في السوق معروفة، لكن أسعارها منخفضة مناسبة للجميع. زين، وأيضا راح تعطيك صراحة تبريد جيد. والأمانة انظروا إلى 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 جودة المنتج أو تقييم المنتج هذا على التي 3 عند ارتفاع درجات الحرارة، وليس على التي 1. التي 1 كل منتج راح يعطيك أقصى ما عنده من تبريد لأنه أصلا مرتاح، لكن على التي 3 هنا يبين أو يتضح لك المنتج الذي راح يخدمك وقت الشدة في الحر في الصيف من المنتج اللي راح يخذلك صراحة عند ارتفاع درجات الحرارة في الصيف على التي 3. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلم مع جمال. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب وأيضا نشره محباكم. نشوفكم على خير إن شاء الله.